بالعالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. من شيء من خير شيء فإن الله به عليم. هذه الآية معترضة بين الآية السابقة: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، وبين الآية التي بعدها قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. فهذه الآية وقعت بين الآيتين معترضة، وسببها أن الآية التي سبقت أخبرنا الله عز وجل أن الكفرة لو أنفقوا ملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب الله يوم القيامة ما تقبل منهم. كل إنفاق الكفرة لا يقبل لعدم وجود الإيمان. الذي يقبل من الطاعات ما كان فيه إيمان بالله وتوحيد لعظمة الله، أما إذا كان في العمل شرك أو كفر فهو عمل غير طاهر، لذلك لا يقبل ولا يرفع. فبعد أن بين الله أن الكفر لا يقبل إنفاقهم، بين في هذه الآية أن أهل الإيمان ينفعهم إنفاقهم وإن كان قليلا، وسمى إنفاق المؤمنين سماه برا لما فيه من التحريض والترغيب على البذل المستحب. فالآية ترغيب لأهل الإيمان أن ينفقوا في سبيل الله عز وجل، في سبيل دينهم وفي سبيل إسلامهم، من أجل التقرب إلى الله ونصرة دين الله. وهنا البر هو كيفا وكما، كيفا وكيف وكما. كيفا البر هو بذل النفس في نصرة دين الله كسبا لرضاء الله، فإذا بذل نفسه في سبيل الله لنصرة دين الله تقربا إلى الله فهذا يعتبر البر كيفا. أما إذا أطعم الجياع وأنفق الأموال للمساكين والمحتاجين فهذا يعتبر البر كما. لن تنالوا البر. لن أولا نافي، يعني لا يمكن للإنسان أن يدرك البر والتقوى والعناية من الله
مهما كان المتسابقون تسابقوا ومهما أنفقوا لن يدركوا البر حتى ينفقوا مما يحبون. لن تنالوا البر، تنالوا من النوال، النوال العطاء، يعني لن تحصلوا العطاء من الله تعالى ولن تدركوا فضل الله بسعة الرزق وكثرة الخير عليكم إلا إذا أنفقتم مما تحبون. فهنا البر نوعان، البر هو الإحسان والبر هو حسن الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، هذا يعتبر بر، يعني صاحبه تقي من الأبرار الأتقياء الصلحاء، الذي يكون صاحب أخلاق حسنة، لا يغضب ولا يشتم ولا يكذب ولا يخادع ولا يمكر، هذا البر بالأخلاق الحسنة. أما الإثم والخطيئة، كل ما حاك في صدر الإنسان من وساوس وكره أن يطلع عليه الناس فهذا يعتبر إثم وخطيئة. فالله عز وجل ذكر لنا البر الذي هو الوفاء بالإسلام، الوفاء بما جاء به الإسلام من أخلاق وأعمال، فقال لن تنالوا البر، مع أنه في آيتان جمع الله البر مع التقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فالبر النفع للمجتمع مع خدمة دين الله عز وجل فهذا يعتبر برا، تعاونوا على البر والتقوى. فكل عمل فيه تقرب إلى الله أو فيه منفعة لخلق الله أو فيه جلب للخير إلى عباد الله أو دفع للضر عن مخلوقات الله فهذا يعتبر من البر. وكل ما فيه منفعة للخلق من إطعام أو كساء أو مساعدة هذا كذلك يعتبر من البر، وإن كان الآية تخصص بالإنفاق على الفقراء والمساكين والإنفاق لخدمة دين الله. لن تنالوا البر التقوى من الله والمغفرة والرحمة حتى تنفقوا، يعني من أموالكم التي اكتسبتموها، من أموالكم التي جمعتموها بفضل الله عليكم وبكرم الله لكم، جمعتم من الأموال من أنواع الأموال التجارة أو من الأنعام البقر أو الغنم أو غيرها، كل ما اكتسبه الإنسان وأراد به خدمة دين الله أو أراد به مساعدة الفقراء والمساكين فهذا يعتبر برا، حتى تنفقوا مما تحبون. الإنفاق الله تعالى لم يجعله من كسب الإنسان كاملا، ما قال حتى تنفقوا ما تحبون، لو قال تنفقوا ما تحبون
كان كل اللي بدك تشتغل فيه بدك تنفقه، لكن من رحمة الله عز وجل قال حتى تنفقوا مما تحبون، مما يعني جزء من الذي تحبونه، سواء كان ذهبا إذا بتحب الذهب، أو كان ثوبا إذا بتحب الثياب، أو كان طعاما إذا كنت بتحب الطعام، أن تنفق مما تحب تقربا إلى الله عز وجل. فأفضل ما عند الإنسان من الأموال ما يميل إليه، عليه أن يقدم منه لله، أن يقدم منه جزءا، لا أن يقدمه كله، أن يقدم منه جزءا لله سبحانه. هذا يختلف على حسب ثروة الناس، واحد ثروته بالدولار، واحد ثروته بالليرة السوري، واحد ثروته بالأقمشة، واحد ثروته بتكون بالخشب، فكل واحد على حسب ما تكون الثروة التي يجمعها. فمنقول له من ثروتك التي جمعت أنفق في سبيل الله، ووسع على خلق الله مما عندك من هذا المال. الإنفاق هنا فيه سر خفي لا يدريه إلا القليل من الخلق. الإنفاق هو أن تخرج المال، ولكن ما هو السر في إنفاق المال؟ السر أن المال يعادل الروح، قاتل دون مالك. ممكن قاتل مشان واحد بده يأخذ مالك، قال اقاتله، قال له فإن قتلني يا رسول الله، قال له فأنت شهيد، قال له فإن قتلته، قال لا إثم عليك. فإذا ممكن أن يقتل الإنسان تجاه ماله، فالمال يعادل الروح. لكن أي شيء هو أغلى من الروح؟ هنا النقطة، أي شيء أغلى عليك من روحك؟ هل المال أغلى من الروح؟ لا، إذا كان الناله يا منأخذ مالك يا روحك، قول أخذوا المال. أما شو الشيء اللي بتبذل روحك وبتشوفه رخيصة قدام يلي بدك تاخده؟ أغلى شيء هو الله. الله، إذا حصلت الله تنفق روحك في سبيل الله وتجد نفسك مقصر. فأعظم إنفاق تنفقه في سبيل الله أن تخرج نفسك، نفسك أن تنفقها في سبيل مرضاة الله، أن تنفقها في سبيل طاعة الله. فهنا الروح والنفس أيهما أغلى عندك، مالك ولا نفسك؟ لا، النفس أغلى. فمن قال لك نفسك ولا الله؟ لا، الله. الله، فمن قال لك إذا كان الله أغلى من نفسك فأنفق القليل لتدرك العظيم، إنفاق المال القليل لتدرك رضاء الله العظيم. فإذا كان أغلى، إذن لو جوعت حالك أنفق في سبيل الله حتى تعلن وتظهر أن الله أغلى عليك من مالك. إذا مالك عم يعادل الروح، برهن أن المال عندك رخيص قدام محبة الله، فتنفق من مالك بمحبة الله إعلانا بأن حبك لله هو أغلى من المال، وأغلى من الذهب، وأغلى من كل غالي في الحياة. هذا المؤمن. فعندما بيكون الله أغلى عندك، الله يسألك إلك بتحبني ولا بتحب المال؟ حبك، إذا بتحبني انفق من مالك لي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إلك إذا بتنفق أنا بعوض عليك، فيضاعف له أضعافا كثيرة. إذا أنت أنفقت إلي أنا لحق أعطيك زيادة.
بس حتى امتحنك، هل انت محب لله او محب للمال؟ فهنا بتجي بقى هالنقطه، نقطه التوفيق الالهي. اذا كان موفقا انفق الفاني وادخر عند الله الباقي، وان كان غير موفق بخل بماله وشح به فلم ينفق منه. قل اخي ايش بدنا ندفع لندفع، واخي بدنا نامن حياتنا، بدنا نامن اولادنا، بدنا نامن مستقبلنا، بخل عن الله. واما ان يكون شحيحا وبخيلا، واما ان يكون سخيا وكريما. فهنا النقطة، إذن لا تنفق مالك الغالي عليك إلا إذا تعلقت بما هو أغلى. من هو أغلى؟ الله. فإذا تعلق القلب بالله حبا وشوقا إلى الله وقربا إلى الله، وتزوق من حلاوة عطاء الله، عندها ينفق المال وهو راضي وهو فرح. أما إذا ما صار له أن يتزوق حلاوة محبة الله، عنده المال غالي، مثل ما حصل أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام نزلت آية الإنفاق، بعد الصحابة مشان يجيبوا زكاة المال من عند الأغنياء، ومن جملة الأغنياء كان بعض الصحابة يلي دائما يسأل النبي أنه ادعي لي الله يغنيني. ما لح نحكي لحنا الاسم، حافظوا الاسم بس مشان نحن بدنا نجيب القصة. فصار في عنده أموال، راحوا ليجيبوا المال، يشاف صار العطاء كبير، الانفاق بده ينقص كثير. فكر، قال لي بالرجعة. لما رجعوا لعنده قال لي شو انا مشري؟ ما هي الا جزية او اخت او اخت الجزية، ما انفق. فانزل الله في القرآن فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. كان من أول أنه يا ربي والله إذا بتعطيني والله لأعطيك ربع اللي بملكه، نص اللي بملكه. لما صار عنده ما عاد دفع، فالله عقب نفاق في قلبه. فالمراد أما المسلمين اللي أنفقوا الله عوض عليهم. سيدنا أبو بكر أنفق ماله كله، جاع ولا افتقر، الله أعطاه الملك، جعلوا خليفة المسلمين على البلاد العربية. سيدنا عمر أنفق، الله عوضه. سيدنا عثمان أنفق، الله عوضه. فإذا يلي بيعامل الله، الله يأخذ منك قرضا ويرد إليك فضلا. تعطي أنت لله قرض، تبذل 2.5% 3%، فالله يعطيك فضلا منه ويأخذ منك قرضا. والنبي قال القرض 18، والصدقة 10. العشرة الصدقة 10 حسنات، أما القرض 18 حسنة. هيك مكتوب على باب الجنة، القرض 18 حسنة. فإذا أقرضت الله قرضا عوضه عليك بكثير من الآيات التي ذكرها الله. فهنا إذن الآية حتى تنفقوا مما تحبون. فمن الحبيب إليك، مالك أم الله؟ حط بالميزان. إذا الله بتحبه أكثر فأنفق ما تحب لمن تحب، أنفق ما تحب لمن تحب. فإذا أنفقت ما أحببت لمن أحبب يعيد إليك ما أنفقت مع الفضل الإلهي وزيادة الكرم. هذا المطلوب من المسلم. إذا كان بتحب، في واحد بحب الخبز قل له أنفق من الخبز، واحد بحب الثياب قل له أنفق من الثياب،
من الشيء الذي تحبه أنفق منه. والإنفاق له أبواب كثيرة، لكن هذا المراد من الإنفاق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واحد بحب الفراغ، أنفق من فراغك لله. واحد بحب العلم، أنفق من علمك لله. واحد بحب خدمة الناس، أنفق من خدمتك لله. شو اللي بتحبه؟ أنفق منه لله. شو الشيء اللي بتحب يكون عندك؟ أنا بحب الله يملأ قلبي بأنوار محبته، بنفق من أنوار حبه. أنفق منه قرضا لله فيعطيك الله منه فضلا. هكذا عباد الله وعاملون الله، يأخذ منه فضلا ويرد إليه قرضا، والله بيزد لك وبيرجع لك. ترد أنت بتعطي، هو بيعطيك وأنت عم تعطي. وما أعظم المعاملة مع الله. التجارة بتربح 10%، أما الله قديش تربح؟ بعض أوقات بيعطيك 70%، بعض أوقات 700%. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700. فعطاء الله عطاء لا محدود. هيهن 700 قال، ثم قال والله يضاعف لمن يشاء. 700 ب1400 بتصير، يضاعف إلى أضعاف. بعدين إجت الأخيرة قال والله واسع عليم، يعني يعطي عطاء الواسع الذي لا حدود لسعة كرمه ولا حدود لسعة عطائه. فممكن أن يعطيك من القليل ما الكثير، ممكن أن يسخر لك الكثير. فالمراد الإنسان بقى يفتش ما هو المحبوب عندك، شو بتحب في الحياة. اسأل نفسك شو بتحب، ثم قدم مما تحب لمن تحب. مين بتحب بالحقيقة؟ الحب الكامل لمين؟ لله. وشو بتحب الدنيا من محبة ناقصة؟ اصرفها لله، أنفق منها لله، فالله عز وجل يعطيك مما عندك. وما ورد عن النسائي ما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين، من كل مال له زوجين، اثنين اثنين بطالع، ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله، يعني تقربا إلى الله. إذا أنفق شو في إيده؟ قال إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم، كلهم بيستقبلوه على أبواب الجنة، يدعوه كلهم يدعوه إلى ما عنده. يلي بجنة المأوى بيقول لك تعال عندي، يلي بجنة الخلد بيقول لك تعال عندي، يلي بجنة النعيم بيقول لك تعال عندي، يلي بجنة عدن بيقول لك تعال عندي، كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت وكيف بده ينفق من كل شيء زوجين؟ قال إن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين. طيب وإذا كان توبين، وإذا كان عنده خشب نوعين، فمن كل شيء نوعين بينفق شيئين. والإنسان عنده الحياة في الحب، حبك في الحياة تحب أولادك، تحب زوجتك، هذا الحب المباح شرعا، بتحب مالك، فقال لك أنفق مما تملك. لكن هلا لو سألنا مرتك أولادك ومالك كذا،
بتحب الكل أكثر ولا بتحب نفسك أكثر؟ أنا بيحب أكثر، بحب نفسه أكثر. لا تستحوا، مظبوط ولا لا؟ بحب نفسك أكثر. ألف عين تبكي ولا عين أمي، ما هي؟ قال إيضا عين أمي ولا عين، بده بس إنه نفسه. فنفسك شوف أكثر شيء، فنفسك أنفق منها زوجين في سبيل الله. شو الزوجين؟ أنفق منها الفراغ، هذه نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنفق صحتك في مرضاة الله، وأنفق كذلك نعم الله كمان في مرضاة الله. الفراغ، فراغك اصرف منه في سبيل الله، هاي نوعين، هذول نعمتين عندك، اصرف منهم منهما في سبيل الله. اجعل من فراغك وقتا لله، اجعل من صحتك شيئا لله. عم تشتغل، عم تشتغل كل يوم 5-6 ساعات، قل انا لح اشتغل اليوم 7، الساعة 7 بدي اتصدق فيها لوجه الله، اي لله. اشتغل وساعة من عمله لله، كسب مال من ماله أخذ جزء لله. هكذا يجب الإنسان دائما أن ينفق ليبرهن أنه يحب الله، يحب الله جل وعلا أكثر من كل محبوب. أما إذا كان يقول أخي والله شيء حلو، بس والله لحنا لساعتنا درويش، لسه بدنا ندبر حالنا، نأمن حالنا. الفقير يستطيع الإنفاق، حتى الفقير، حتى الفقير يستطيع الإنفاق. ما شرط أن تنفق إطعاما، لا. سيدنا عمر لما أتى إليه الفقير عم يأكل، كان عنب طعمه عم باي، عطاه عم باي، فالفقير طلع فيها من شو هي يا أمير المؤمنين، عم باي. سيدنا عمر قال له أما قرأت القرآن، أما قرأت قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لو وزنتها كم مثقالا كانت تزن؟ تزن كثير، إذن أنا أعطيك كثير. هذا ما بخل من سيدنا عمر، لكن حتى يعرفنا أنه لا تقصر ولو بشيء قليل، ممكن هالشيء القليل يعطي ثمرة كثيرة. فمثلا ورد في الحديث من تصدق بجزوة نار كتب الله له ما أنضجت النار. شو جزوة نار؟ كبريتة، كبريتة، بده يشعل البوتيغاز ما عنده كبريتة، أعطيه كبريتة. فإذا شعل البوتيغاز قديش بيطبخ على هالبوتيغاز؟ فلك أجر ما طبخ وأجر كل ما أنضجت النار بكبريتة. هكذا الإسلام رغب المسلم حتى بالقليل. المفروض فينا أن نربي أبناءنا على الإنفاق من الصغر. أنت بدك تنفق، ما بصح أنت تعطي، أعطي المصاري لابنك، خلي ابنك يعطيهم للفقير. عودوا من الصغر على الإنفاق، عودوا من الصغر على فعل الخير، ينمو وتنمو معه صفة الخير. أما بخل وما بتعطي، وإذا بده ينفق بالطعمي أكله، وإذا تصدق تعطي أكله، صار بيكبر وهو على البخل والشح. فإذا كانت نفسية السخاء موجودة في الأبناء، بيكبر وهو سخي على أهله، على أولاده، على بيته، على الفقراء. أما إذا تعود الشح والبخل، بيصير أول شيء بيبخل على نفسه، بعدين بيبخل على أولاده، بعدين بيبخل على أهله. واحد من اللي كانوا يجوا على الجامع، لما حكيت أنا بالجامع وأما عاد إجا على الجامع، بيطبخ بالبيت كوسة محشي، أو بيساوي كبة بلبنية، بيعد بالصحن كم كوسة، كم كباية، كل ولد بيأكل كباية، كباية ومعلقة لبن، كوساي. أما كوسايتين ما بيصير،
اجا يوم عم يعد الكبايات بالصحن، اجا عد هون طلعوا ناقصين كبايتين، مين اكلهم كبايتين؟ مين؟ طالعت الزوجة اكلت هون، بعتها لبيت اهلها مشان اكلت كبايتين. إيه اذا كان الشح على الكباية عم يعد هذا الله يستر بيقعد له 3 ايام ما بيطلع لبرا مشان ما يجوع. اذا كان الشح بده يوصل لها الحد هذا، قال كان واحد شحيح وبخيل، كان كل ما يتزوج ما تعود الزوجة عنده 2 3 يطلقها. فواحدة سألت لك ليش عم يطلق؟ كم واحدة؟ قال صار متزوج 8. يفتح حريشه ليش عم يطلق؟ راحت لعند واحدة 2 شو؟ قالوا يخرب بيته شو فقير شحيح بخيل ما بينفق معه. قالت لهم ايه طيب والله ما لح يطلع منه خرجه غيري. قالت لهم زوجوني اياه. قالوا له في واحدة وحلوة وجميلة، ايه قبل فيها ليلة العرس. قال لها من ليلة العرس تعي هون، ما بدنا نتخانق ونتزعل، على بكرة بتجيبي قطعة جبنة إلي وقطعة جبنة إليك وثلاث زيتونات إلي وثلاث زيتونات إليك، إذا بتجيبيهم 4 زيتونات تاكي أكلي، قطعة جبنة إلي وقطعة إلي. قالت لي تكرم ابن عمي، تكرم مثل ما بدك. على بكره لما بدها تحط الفطور الصباحي جابت قطرميز الجبنه وقطرميز الزيتون. هذاك لما شاف القطرميز رح تطلع الروح تبعه، وقال له لك شو قلت لك انا؟ قالت له ابن عمي اذا كل يوم ناخذ شافه الجبنه انا وشافه الجبنه انت، كل يوم شافتين بعد 4 5 اشهر بيفضل قطرميز بيفضل والزيتونات كمان بيفضل. قال لك شو بدنا نساوي؟ قالت له منغمس من فوق القطرميز، منغمس من فوق. الله يخرب بيتك والله ما حدا رح ياخذ الدكي غيرك، مصمد المال. نسأل الله العفو والعافية. فالإسلام عود الإنسان وعلمه على الإنفاق من الطفولة، أن ينفق حتى يكون سخي في عطائه. فذكر له اياها بقارب الحب، قال له لن تنال التقوى ولن تنال رضا الله حتى تنفق محبوباتك في محبوبات الله. فشوف اذا محبوباتك اعظم من محبوباتك لله ما بتنفقه، اما اذا الله وما تحب من رضوان الله هو احب اليك فانفق القليل لتدرك عطاء الله الكثير. انفقوا مما تحبون. لذلك أتى أبو طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من النخل، عنده بساتين النخل كثيرة، وكان أحب له مال كان بستان اسمه بيرحاء. فهذا بستان كان مليان نخل. أجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان يفوت لهالبستان يشرب من ميته ويأكل من الطعام الطيب تبعه، كأنه ميته كانت طيبة. هذا بقبلة المسجد من ناحية القبلة. فالنبي كان يدخل، فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى أبو طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. هذا أحب المال، وإنها صدقة لله، بستان كله صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. طالب من الله كل البستان كان فيه 700 شجرة نخل كله لله، فضعها حيث أراك الله، وين بتحب أنت تتصرف فيها مثل ما بدك، ما قال له بتعمل لي كذا فيها وبتفعل لي كذا فيها وبتنفقك، أنت تتصرف فيها مثل ما بدك، خلص ما دام سلمت له هو يتصرف. فقال صلى الله عليه وسلم بخيل
بخن ذاك مال رابح. تاجرت انت مع الله وهذا المال اللي حيربح اللي حيربح معك كثير. قد قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين. نحن قبلناه لكن جعله في أقاربك. أقاربك إذا فقراء ومحتاجين وزعه عليهم. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. نبي ابن هذا صار ملك النبي، لكن نحن رح نعطيك يا وانت تصرف عطيه لأقاربك. ما رجع له النبي رح يعطيه لأقارب. لا والله أنا أحق فيه. لا خلاص طلع طلع من ماله، وإذا كان طلع ما عاد يرجع. فرده النبي إليه فأنفقه في الأقربين، رواه البخاري. هذا الإنفاق يلي قدمه. هيك كانوا الصحابة رضوان الله عليهم. ما كان الواحد هو ينفق، كان يجيب المال للنبي والنبي ينفق لأهل الاستحقاق. يجي عند النبي واحد محتاج، واحد مضطر، واحد كذا، النبي يكون عنده شيء ينفق. هلا كل واحد بينفق على كيفه، على مرأه، هذا بينفق هون وهذا بيعطي هون. لازم مين مورد الفقراء، مين ملجأ الفقراء بزمانك، انفق له وهو يخليه يعطي المحتاجين والفقراء. هكذا الإنفاق يكون. أما مجتمعنا ما وثق بالعالم أن ينفق له المال. بيجي واحد يقول أنا بدي ينفق، دلني. إيه تعب دلك، أنا ما عنده ثقة. عطى أول واحد شرلب، عطى الثاني شلاه الحمد، عطى الطاهر الثالث على مذهب عظم الله أجركه. إيه ما عاد له ثقة. فالمفروض أن تثق بمن له صلة بالله وليس له تعلق في الدنيا، يعطي لله كما تعطي. فأنفق في سبيل الله عز وجل. هكذا كانوا يجون عند النبي كل واحد شو بيحب. لما نزلت هذه الآية أتى زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة كان حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. أتى بفرس يقال لها شبلة، كان من أحلى الأحسن. أجا فيها لعند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله لم يكن لي مال أحب إلي منها، أحب المال لي الفرس هذا، فهي صدقة تضعها حيث شئت، أنت تصرف فيها. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عليها ابنه أسامة. أسامة ابن زيد ابنه كمان خادم النبي، عطاياها لابنه وركب عليها ابنه. فتأثر سيدنا زيد، وشه تغير، فرأى النبي في وجهه في وجه زيد تغير، انه انا جبت لك اياها لك تعطيها لابني، انا كنت بعطيها لابني بس انا بدي اياك انت تصرف فيها. فقال النبي قد قبلها الله منك، قد قبلها الله منك. واذا الله قبلها منك خلاص، اخذها ابنك اخذ غيره، ان الله قد قبلها منك. اذا كان الله قبل منك حسن واحد خير من الدنيا بما فيها. فاذا قبل الفرس هكذا كان النبي يجبر خواطر المسلمين لما هن ينفقوا في سبيل الله. هكذا كانوا في أعمالهم وخدمتهم لدين الله. لن تنالوا البر. هلا هدول الصحابة عم ينفقوا، هيك أنفقوا ما يحبون. أنت شو بتحب؟ اسأل نفسك شو بتحب؟ أنفق مما تحب. طالع شيء من مالك، تعود أن تطالع من جيبتك قرش لله. تعود يقول والله جوعاني بدنا نجيب بدنا كذا،
لك يا ابني معك 50 ورقة، لو طالعت منها ورقة ليرة ما لح تفتقر ولا لح تجوع. ليرة طالعها منها جيع شيء عظيم، ليرة من 50 هي تعتبر قديش؟ 5 ما هي؟ بالـ102 يعني، بالـ102 يعني طالعت انت بالـ102 طالع ولو 100 ولو ليرة. عود حالك. اشتريت الخبزات، خبزات من الفرن نص رغيف لفقير، لقمة بتسد مسد ما تسد مسدها من الشبعان تسد مسدها من الجوعان، ولو لقمة. النبي عليه الصلاة والسلام طلب التصدق بنص تمرة، يتصدق المسلم بنصف تمرة، وقال من تصدق بشق تمرة قبلها الله بيمينه، في رواية قبل أن تقع في كف الفقير تقع في كف الرحمن، وإن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. شلون بتربي المهر هيك الله بيربي لك الصدقة، حتى تقول شق التمرة كجبل أحد، الجبل الصالحين هي نص التمرة، فإذا كانت التمرة قديش تطلع الجبل الصالحية والمهاجرين، هي إذا كان تمرة في صحيفتك هي تمرة. قالوا يا رسول الله فإن لم يجد؟ قال فمزقة لبن، شوية حليب مخلوطين بالمي ممزوقين بالمي صحيح. قال فإن لم يجد؟ قال فشربة من ماء، شبت مي ما بتحسين أي اسمها صدقة. طيب فإن لم يجد حتى شبت مي، قال فكلمة صالحة أو بسمة في وجه أخيك المسلم، تسم له أقل ما يكون، كسر التكسير يشوف فيها تأخذ فيها ثواب. لا تبخل عن العطاء، كون معطاء ولو بالقليل، أما إذا ما صار كثير ما بيعطي، إذا كان القليل ما عم تنفق فيه، بالقليل الكثير شلون بدك تنفق فيه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا عمر أجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أصبت أرضا، اشترى أرض لكن بخيبر لكن كثير كيف فيها وانسر فيها، قال له ما أصبت مالا قط أنفس عندي منه، أحسن مال وأصلح شهر بستان هذا اللي اشترى، فما تأمرني به؟ يعني ما دام بستان وأحسن شيء شو تأمرني شو ساوي فيه؟ قال إن شئت تصدقت بها. هذا بستان اشترى بحياته بتحب تتصدق فيه، وحبست أصلها. شو معنى حبست أصلها؟ يعني بتجعلها وقف، وقف الأرض بتتم إلك، والثمرة بتعطيها لمين؟ للفقراء والمساكين. إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها، في رواية احبس أصلها وسبل الثمرة. فجعلها عمر لا تباع ولا توهب ولا تورث، لا هبة ولا ميراث ولا بيع. قال له وتصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل. فإذا هذا الوقف بيتم باسمه، لكن المنفعة لمين بتكون؟ بتكون المنفعة للغير. عنده شجرة قال هالشجرة لفلان، وقف لفلان ينتفع بها ما دام حيا، فما دام حيا بيأخذ من ثمرتها إله، وأصل الشجرة بتتم لمين؟ لصاحب. فإذا مات الرجل انقطع العطاء بترجع لصاحبها، صاحبها بيحب يسبلها لغيره ما في مانع، هاي اسمها الوقف. وهذا كان المسلمين كثير يوقفوا الأوقاف
الأوقاف الموجودة اللي الآن الأئمة والخطباء كلهم على حساب مين عم يأكلوا؟ على حساب الأموات الأدمى يلي أوقفوا الأوقاف. هلأ مين عم يوقف شيء؟ هذا كان يوقف بستان، وهذا كان يوقف بيت، وهذا كان يوقف أرض، وهذا كان يوقف كذا، كل وقف لله. لله الوقف لا يباع ولا يورث. فشو صار هلا بالمسلمين؟ ما عاد حدا أوقف شيء، صار كل واحد بده هات، أما في خود في هات، أما في خود ما في خود. الله عز وجل يحمينا ويلطف فينا. والنبي أعطى المثال الأكبر في هذه الآية. هذه الآية لما نزلت النبي عليه الصلاة والسلام كان بين صحابته، أتته امرأة نسجد بردة على إيدها، بردة يعني توب، نسجده على إيدها، النسيج الناعم اللطيف. قديش قعدت لحتى خلصت التوب بالنسيج؟ بعد ما خلصته جابته للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله والله اشتغلت لك ياها بإيدي، حبيت لك ياها إلك، جئتك أكسوكها بس مشان أنه ترضى علي. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي محتاجا لها. أحسن هذه البردة، ما أحسن هذه البردة، أكسنيها أعطيني إياها. النبي بردان ولا ففا يدفى فيها. وكان النبي إذا سئل شيئا لا يمنعه، فلما قال له اكسنيها نزعها النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها. فأجلاموه يفتح حريشك، لك قال ما شايف النبي محتاجها؟ لك النبي بردان ولفة دغري بتجي تأخذها منه؟ لك ما أحسنت. ولا قال لهم يا جماعة لك والله ما أخذت لألبسها، ما أخذت لألبسها. لما رأيت رسول الله لبسها رجوت بركتها وأن تكون كفنا لي، أنه ما دام النبي لبسها بدي أتكفن فيها، أنه هي من أثر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عطاياها، ما أنه في حاجة إلها وقد أحبها، لكن قدمها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النبي عم يعطي درس عملي، درس عملي، شلح وعطاياها. يا سلام. وهذا وحدة ناسجدة وتعبانة فيها، يخلي له إياها للنبي شيء يومين بس، دغري أول ما لبس النبي بده إياها، عطاياها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام، تعليم عملي، أن يؤدي الإنسان بالإنفاق ما عنده، فالله بيعطيك أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام بعد منا إجاء السياب من عند قيصر، من مصر، بعت له السياب وبعت له جبة من بيناتهم من حرير. لما الصحابة شافوا النبي لبسها لحد روح عقولهم فيها، صاروا يلحمسوا على النبي، إنه شو هالبدلة هاي، شو ما بيروح شيء إلا الله بيبعث أحسن. تعودوا، عاملوا الله، عاملوا الله. الله ما بيتجرب، ولا جرب الله ما بيتجرب، لكن أخلص مع الله وشوف العطاء الإلهي. أنفق لله خالصا والله يعطيك أضعاف ما تنفق. كم من إنسان ما عنده. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أملق، شو الإملاق؟ الفقر. قال من أملق فليتاجر الله بالصدقة. تاجر مع الله بالصدقة، تعطيه واحد بيعطيك عشرة، تاجر مع الله. إذا افتقرت اشتغل بالتجارة مع الله، والله يعطي. لكن بدكم تكونوا منتبهين، لما الإنسان بده ينفق بده يكون على قاعدة الشرع. ما واحد راح اشتغل له 200 ورقة، اجا راح انفقهم، انه والله بيعطينا افضل.
الله عم يقول لك مما، ما قال ما تحبون، مما تحبون. فلو أنفق الكل هذا لا يقبل منه، الله بيقبل، لكن ارتكب مخالفة شرعية. المخالفة بدك تنفق مما تحبون، ومن وإذا كنت محتاج حتى أنت تكتفي وتكفي أولادك، بعدين تنفق. من هذه الآية ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اشتهى سمكة، كان مريض ونقه من المرض، يعني بعد ما شفي من المرض اشتهى يأكل سمك. بحثوا له بالمدينة عن سمك ما وجدوا، المدينة ما فيها بحر، البحر بعيد عن المدينة، البحر برابغ، بده يروح إلى رابغ حتى يجيب السمك. فالحاصل ما وجدوا، بعض الشسمور راح على الفرس جاب سمكة وإجا، جابوا له سمكة، فلما شووا له إياها حطوها على رغيف وجابوا له إياها. فلما وضعها ليأكل انطرق الباب، مين؟ فقير أطعموني لله. ابن سيدنا عمر بده يمد إيده يأكل، قال له انضبوا السمكة واعطوها للفقير. قالوا لي 3 أيام تمينا بالطريق روحها، و3 أيام رجعها لجبنا لك إياها، لجبنا لك السمكة 3 أيام وتجي تعطيها إيه؟ قال له نعطوه إياها. طالعوا له السمكة، قالوا له يمدح حريشك ما أغلظك، إيه هل ما لقيت إلا هالساعة تجي؟ قال لا، يعني مشتهية وفرزت من المرض بده يأكل. قال له نخلوا له إياها، رجعوا له إياها. قال له ما قلت لكم أن تعطوا إياها؟ إيه هو مرض يأخذها؟ قال لا ترجعوا له إياها، رجعوا له إياها. قالوا له بتبيعنا إياها؟ ما رضي أنه توهبها، باعوا إياها ب3 دراهم، رجعوا له إياها. ما تقعطوا إياها؟ قال إيه هو باعنا إياها، دفعنا ل3 دراهم. قال ردوها إليه ولا تأخذوا من المال شيئا، خلوا له المصاري ورجعوا له إياها. فإني أحببت أن أعمل بقول الله ولو مرة في حياتي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرئ اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه، أعطاها لفقير، أعطاها لمسكين حتى يطعم غيره ولما أكل هو، قال غفر الله له. شهوة اشتهاها ردها عن نفسه وطعمها لمين؟ لفقير. يلا نشوفكم هلا، كل واحد بحب أكله عملوا ولو مرة بهالحديث. الأكلة اللي بتحبها اشتريها، إلا لنفسي والله ما لح أطعميك إياها، هي لح أطعميها لغيرك، أطعمها الغير لوجه الله. اللهم إني أحببت أن أنفذ كلامك القديم، بدي أعمل بهالآية ولو مرة بحياتي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أعطيها لغيرك. الله بيضيع لك ياها، كلام الله حق. الله، هي إذا كان الإنسان عمل بهالآية، القصص كثيرة في الإسلام بهذا النوع، وفي أشياء كثيرة. يذكر أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه زوجته كان إلها جارية بارعة الجمال، جمالها جمال كثير رائع. عمر ابن عبد العزيز قبل ما يكون ملك رغب بها، حبها انه، لكن لمرته هي انه هو بينيها لك بشريها مني،
ما كانت ترضى. فلما ولي الخلافة، لما صار أمير المؤمنين، مرته ليلتها زينت له إياها وبعتت له إياها أنه هي هدية الأمارة، قالت له هي وهبتك إياها يا أميرة المؤمنين، خليها تخدمك. كان من أول طالبها. هون إجته مزينة بلاش. فنظر إليها ثم قال لها: أنت حرة لوجه الله. حرة، خلاص ما بقى في عبد ولا عبدي. أهل لك هي ما هي هي بتتصرف هيك وحدة بهالكمال بهالجمال، لك هيك حرة؟ قال لهم: أنا كنت بحسن أن أعتقها وأتزوجها، ولكني أردت أن أكتب عند الله ممن نهى النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: أنا تركتها لله فأعتقها لله. شو هالنفوس اللي كانت الله يرضى عنهم؟ كان الله أغلى عليهم من أنفسهم. فلما كان حب لله أعظم من حب لنفوسهم، أنفقوا القليل وادخروا عند الله، ادخروا الأمر العظيم عند الله. هذا تعليم إلنا حتى كل واحد منا يعمل بهذه الآية ولو مرة في الحياة. الله يرضى عن سيدنا الشيخ أمين، الله يرضى عنه ويبارك فيه، يتغمد بكامل رحمته ويلحقنا به غير مفتونين. كان مدين واحد 50 ليرة ذهب إلى أجل، والأجل ما دفعون هذاك. يا ابني وين المصاري؟ والله ما أدرى. أجلوا، فنظرة إلى ميسرة، أجلوا 2-3-4 سنة، والحال ضيقة الحال، يعني ما كان في حال ضيقة. فأجى شيخنا عم يقول له: يا سيدي طيب إذا إحنا أضر يا أبني هاد؟ قال له: ما في معي. قال له: يا أبني نزيل سامحوا فيهم، سامحوا. قال له: يا سيدي في أولاد، في أصغر، في أيتام، إذا إحنا أحق. قال له: يا أبني إذا بدي قابل الله، إذا سألني شو عملت بهالآية شو بدي أقول له؟ قال له: سيدي أني آية؟ قال له: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال له: سيدي هاي صرت ما أنت أخرت سنة. قال له: ابني أكمل الآية، شو كمت الآية؟ وأن تصدقوا خير لكم. قال له: يا ابني إذا سألني ما بدي يكون عامل فيها ولو مرة بحياتي. قال له: فيا ابني أنا تصدقت عليه بهم زي سامحوا فيهم، والله بيعوضكم لا تخافوا، الله يرضى عنهم ولو مرة بده يعمل بالآية. فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا، صدق فيهم. كان بده يطبقوا القرآن، يعملوا بالقرآن. نحن عم نقرأ الآية، لكن يا ترى عنا استعداد نطبقها؟ هالآية اللي هلأ سمعتوها: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عندكم استعداد تطبقوها تحسنوا؟ الربيع رضي الله عنه وأرضاه أصابه فلج، ما عاد حسين يمشي، فأتى سائل إلى الباب، دق الباب، فقير من مال الله، قال: طعموه سكر، طعموه الحلو، فإن الربيع يحب السكر، لعلي أن ألقى الله وقد أنفقت مما أحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هكذا كان عملهم بالبذل والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. كانوا معاونة للضعفاء، إكراما للفقراء، مساعدة للأيتام، إكرام للمحتاجين. كانوا ينفقوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد زمن رسول الله، بيت من البيوت ذبح
شار بعت الكرشي والراس والمآدم لبيت فقراء. لما وصل لبيت الفقراء، فقراء الزوجة تعشينا ما بقى في حاجة، خدوها لبيت فلان الفقير، بلكي ما تعشوا، راحوا لبيت فلان الفقير، بيت فلان قال والله تعشينا، عطوها لبيت تاني. قل فدار الراس سبع بيوت ثم رجع للبيت الذي خرج منه. يعني كلهم فقراء، لكن عم يقول أنا أكل ليلة تعشيت، لأن هيك نعمل هلا، حطه بالبراد، لك عنا أكل بكرة حطه لبعد بكرة، ولو صرنا نحطه بالتلاجة لبعد شهر من قصير وين من أول قال تعشينا لحنا، بعتوا لجيراننا حتى يتعشوا، بلكي ما كان عندهم. سبحان الله، شلون كانوا وشلون صرنا؟ ليش إن هيك تخلقوا؟ لأنهم آمنوا بكلام الله، آمنوا أن كلام الله حق، وأن الله إذا وعد وفى بوعده للمؤمن. وثقوا بالله ووثقوا بكلام الله. لحنا ضعاف اليقين بالله، ضعاف اليقين بكتاب الله. لحنا إذا كان بدنا ننفق بنحسب 50 حساب ما نفتقر. أنفق أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يسأل العبد عن فضل علمه كما يسأله عن فضل ماله. العلم، العلم عطاء، كمان الله بده يسألك أنا وسعت عليك بالعلم أعطيتك، فماذا عملت به فيما علمتك؟ في واحد بينفق وبيعطي وبيوسع والله بيرد بيوسع عليه، في واحد بينفق الله ما بيعطي، وفي واحد بيتعلم وبيقعد ببيته وبيكرر بالكتب ومن غير من غير ما يعطي الغير. هذا شو بيصير بعلمه؟ أنا بجيب له مثال، واحد عنده بحرة مي عم يسقي منها وعم يغير ويبدل دائما عم يجدد المي، يا هل ترى بيكره حدا الماء منها؟ دائما المي شو بتكون؟ نظيفة وصافية، بيشرب وبيسقي. لكن إذا عبى البحرة وخلاها شهرين ثلاثة وسنة ما غير المي تبعها ولا بدلها، هو بيجي منه يشرب؟ الناس بتشرب منها دودت، لا عاد يشرب ولا عاد غيره يشرب. كمان يلي بيتعلم العلم وبيعلم الله بيجدد له علمه ودائما بيعطيه عطاء جديد، كل ما بتعطي الله بيعطيك. أنفق والله ينفق عليك، ولا توكي إذا منعت فالله يوكي عليك. والله لو يعرف يا ابني المعلم، لو يعرف شو في بالتعليم، طلاب العلم خاصة لو يعرفوا شو في بالتعليم، والله ما سكت مسلم عن التعليم، لأنه بتعلم حرف الله بيزيدك فتح وبيزيدك عطاء وبيزيدك تجلي وبيزيدك نور. أنت عم تعطي 10 عم يعطيك 100، فإذا بده يجعلك خزان عطائه، خزان إمداده، خزان فيوضاته، ليش حتى تبخل؟ أعطي، قوم. من عمل بما يعلم أورثه الله علما ما لا يعلم، هذا العطاء الإلهي. فلذلك إذا بدكم الله عز وجل يزيدكم من الفتح، علم وسعوا. العلم عطاء أكثر من المال، المال بيغذي الجسم، أما العلم بيغذي العقل، بيغذي الروح، بيغذي الإيمان، هذا أعظم عطاء. فنيال اللي الله بيكرمه بالعلم وبيوسع عليه بالعلم. سبحان الله، أنا بطلع بالمكتبة الله عز وجل يبارك، يبارك فيه ويبارك بإيمانه. الدكتور عبد الرحيم يعني عم يطبع لنا الكتب، الله عز وجل يبارك فيه. دكتور عبد الرحيم لما بشوف هيك الكتب تبعه فيها نفع، الناس عم تنتفع عم تشتري، قلت سبحان الله، هذا الإنسان الذي تفضل الله عليه من عطائه، كل ما عم ينفق أكثر كل ما الله عم يزيده
أكثر، وفي غيره بتلاقي تعلم وما بيعلم. ذلك من فضل الله يؤتيه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل، والله ذو الفضل العظيم. فأنتوا الآن، أنتوا سمعتوا الآن جزء الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هلا أروح على البيت، خليها تازة، تروح على البيت، شو بتحب؟ بتحب الشاورما؟ خذ سندويشة شاورما طعميها لأولادك وانت عود تفرج عليهم. انت بتحب الشاورما، خليهم ياكلوها قدامك. وافضل انفاق ان تنفقه على زوجتك واولادك، طعميهم. ما تاكل انت، لا خليني انا عم بتفرج. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، هذا اذا طعميت اولادك، طعميت زوجتك. واذا بتعرف فقير كمان خذ له سندويشه. فشو بتحب؟ انفق ولو لاهلك واولادك. اعملوا جهدكم الليله، لا تباتوا حتى تطبقوا هالآية، من طريق الإطعام، من طريق هدية. شو بتحب؟ شو بتحسين تقدم؟ على قد بساطك، مد إجريك. لو كان بتحب الترمس، اشتري وقية ترمس طعميها لأولادك. بتحب الفلافل، روح اشتري لك 10 راس فلافل طعمي أولادك. حتى تطبق الآية: حتى تنفقوا مما تحبون. فخلي لكم بقية تفسير الآية إلى الدرس الآتي إذا الله أحيانا. اتفقنا أن نعمل فيها، مين ناوي هلا يعمل فيها؟ أبو محمد ناوي؟ لأشوفكم. نسألكم الجمعة الآتية، خلوا دائما العلم حي، خذوا تازة وطبقوا، طبقوا تازة تازة. هلا إذا مين بيحب العوامة فيكم؟ والهريسة، يلي بيحب العوامة ياخذ له وقية عوامة، يلي بيحب الهريسة ياخذ وقية هريسة، شيء قليل. روح طعمي ولادك وعودك تفرج عليهم وهن عم ياكلوا. بابا خذ كل، كلوا انتم، واحتسبها عند الله انه يا ربي انا سمعت الايه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هي انفقت على اولادي. انه لما اجى الصحابي لعند النبي قال له: يا رسول الله معي مصاري، وين انفقوا؟ قال له: اول كل على نفسك. قال له: ابي زيد. قال له: على والديك. قال له: ابي زيد. قال له: على زوجتك. قال له: بزيد. قال له: على اولادك. قال له: كمان بزيد. قال له: هكذا وهكذا، بس على مرتك وأولادك. وأفضل صدقة ينفق الإنسان على زوجته وأولاده. فاعملوا بها الآية اليوم، وأسأل الله أن يحققني وإياكم بأخلاق القرآن العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، أكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن